العقبات، بعدين شوي شوي يطلع الجيش بفضله. ما شاء الله خير وبركه. أمطار متواصلة، الله يبعث الخير، الله يبعث الجميع، أمطار متواصلة، أمطار متواصلة سبحان الله، الله يبعث الخير، الله يبعث الجميع. طبعا المطار الغربي ما يضر القناة، لأنه ما يكون فيه هواء قوي، ما يضر القناة، لكن إذا تواصل المطر ظل متواصل، راح نضطر أن نرجع على الخيام حتى نعرف القناة. إذا ظل المطر متواصل بهالحالة هذه راح نضطر نرجع الخيام حتى نعطي الغنم علف والطريان علف، لأن إذا ظل مطر 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 الغنم راح تجوع، ما نقدر ننزل على الوديان، ما نقدر ننزل على القابات حذر، لأن وحل الأماكن المنخفضة ما شاء الله بها الربيع وخير واجد، لكن وحل. فحاليا احنا طالعين على الجبل فوق حتى ما، لأن الجبل ما في وحل مثل المكانات المنخفضة. لاحظوا كلاب الكانقل القوية تساعد الراعي برعي الأغنام في الجبال. راقبهم الكلاب كيف ترجع الغنم على الراعي. راقبهم، شوفهم، تنظر للطرف الثاني ما في غنم ترجع. لاحظوا الفيديو، لاحظت الكلاب ورا الغنم، هاي الغنم، لاحظوا ثلاث كلاب، جاء الرابع كاسبر، شوفون راقب كيف ترجع الغنم. شوفون ما شاء الله. هاي القناة ما شاء الله تبارك الرحمن، اذكر الله وصلوا على النبي. هذا دمان هو أقوى الكلاب بالقطيع. اللي مو مشترك معانا بهذه القناة المتواضعة بتمنى أنه يشترك. بارك الله فيكم. انطلقت كلاب الكانقل. المطر وقف، ماذا المطر حاليا؟ نحل بحليب ونحط عليه دقيق الشعير ونطير كلاب الكانقل. Thank you.
ما شاء الله تبارك الرحمن، أمطار متواصلة ما شاء الله. خرفان ما يضر لنا المطر، لكن الجداية لازم نقبيها على المطر. الجداية صغار يضر لنا المطر، أما الخرفان ما يضر لنا المطر أبدا. راح هذا بقطع مرياع، بسوي مرياع راح أرضعه، هذي راح أخليهن عند أمهن. حل الجدي غير هذا راح اسوي مرياع ان شاء الله. سميته ورد. الحطب ما يشتغل بالمطر، فشغلنا الغاز. الحطب رطب ما يشتغل بالمطر، نسوي سحور على الغاز اذا الله يسر. ما شاء الله تبارك الرحمن، الامطار مستمره. نعيم ما شاء الله تبارك الرحمن. أصبحنا وأصبح الملك لله. أسعد الله صباحكم جميعا. الجداية الشيء اللي نحطه معانا بالفرج، هذين الجداية. بسبب الأمطار الغزيرة والمستمرة راجعين على الخيام حتى نعطي الغنم علف إن شاء الله.
وصلنا الخيام، احنا عند الخيام راح نعزل الطليان الحال، نعزل الغنم الحال، نحط الطليان علف الحال، نحط الغنم علف الحال. حياك الله جميعا، بارك الله فيك. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله هذين الخيام تحت المطر تبارك الرحمن، الله يجعل خير، الله يبعد خير، الله رزقنا بالمطر، يعني ما تعرفون ايش قد الفرحة، الله يبعد خير، ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي الخيمة، الخرفان تحت بالخيمة ما شاء الله، اللهم صل على النبي.